أستاذ أحمد، يعني الأسبوع الماضي تحدثنا ربما عبر الهاتف يعني عن بعض النقاط، لكن لأن الأمر كان جديد يعني كان تازة ما استطعنا أنه نأخذ الأمر بكل حيثياته، وبالأخص يعني الناس لم تعرف ما معنى يعني التأمين على الموضوعات. ماذا حصل حتى يعني عادت الليرة من 18.5 إلى حدود 11؟ ما الذي حصل؟ نعم، اللعبة التي لعبتها تركيا هي لعبة السياسة، والتي قرنتها بلعبة الاقتصاد. عامل الخوف وعامل الطمع هما اللتين يتحكمان دائما في لعبة المضاربات المالية. لعبت تركيا هذه اللعبة بجدارة عالية جدا، حيث بدأت في المرحلة الأولى تستنفر الناس بخصوص لعبة الطمع ولعبة الخوف باتجاه الدولار، وكان هدف الحكومة التركية من هذه التوجهات تحريض الذين يجمعون أموال خارج البنوك التركية باتجاه شراء الدولار. الجهة الوحيدة المتحكمة ببيع الدولار، رغم أنهم كانوا يحسبونها جهة خارج البنك المركزي التركي، لكنها هي جهة ليست خارج البنك المركزي التركي. متى أدركوا هذه اللعبة؟ أدركوها لاحقا بعد العرض الجديد. في المرحلة الأولى كان هؤلاء يحسبون أن الدولار سيصل إلى 22 ويصل إلى 25 ويصل إلى 26، فبدأ الكثير يخرج الأموال التي تحت الوسادة ليشتري بها الدولار بأسعار عالية جدا. البنك المركزي الذي باع هؤلاء الدولار بأسعار 15 و16 و17 وحتى 18 ليرة تركية، هو نفسه الذي طرح العرض الآخر بخصوص قبول الودائع بالليرة التركية. المشكلة دائما في المضاربين الصغار. قبل أن نبدأ إلى أو نذهب إلى المضاربين الصغار، ماذا فعل أردوغان؟ الذي فعله أردوغان أنه ترك في قبعة الساحر بعض الحمامات ليخرجها في الوقت المناسب. هي مجرد حمامات كان يحتفظ بها، لكن الذين يراقبون من الصورة الأخرى كانوا يظنون أن هذا الساحر سينهار في لحظة ما. عملوا دائما على انهيار هذا الساحر، بينما هذا الساحر كان يخرج لهم من قبعته بعض الأشياء التي تظهر عجزه. حين وصل الأمر إلى مرحلة الاستسلام الكامل وتم التمهيد داخل المعارضة أن الاثنين القادم سيجهد بداية انهيار الليرة التركية، وقام علي باباجان وبعض الشخصيات التابعة للمعارضة بإرسال رسائل أننا لن نستطيع دفع أجور الكهرباء ولا أجور الغاز ابتداء من الاثنين القادم. تم اختيار هذا التوقيت لطرح الخطة الجديدة، وذكر أردوغان في خطابه أنهم يعدونكم بمفاجآت يوم الاثنين القادم، ونحن لدينا في قبعتنا مفاجآت أخرى.